تعالوا بقى نروح لتجهيزات النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعد لمباراه الفاينل يوم السبت ان شاء الله، اقتربت ساعه الحسم، عندنا 48 ساعه على بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن اتكلمت الاسبوع اللي فات، قلت في الحلقه اللي فاتت ان احنا محتاجين نتيجه ايجابيه في رادس. نتيجه 0-0 دي نتيجه كويسه جدا، لكنها لا هي كويسه قوي ولا هي وحشه قوي. انت عندك فرصه ان انت تكسب، بس لازم النادي الاهلي يكسب ليتوج بالبطوله. نادي الترجي عنده فرصتين، التعادل الايجابي او ان هو يكسب، فبالتالي فرص النادي الاهلي هي فرصه واحده، المكسب. انت مش هتلعب على حاجه تانية غير المكسب. ده محتاج تركيز اكتر ومحتاج شغل اكتر. خلاص احنا خلصنا الشوط الاولاني في رادس، دلوقتي الاهلي بيواصل استعداداته لمواجهه الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، وهي دي المباراه اللي هتقام ان شاء الله يوم السبت القادم الساعه 8 مساء على استاد القاهره الدولي. والنهارده التمرين في نفس ميعاد الماتش، تمرين النهارده الساعه 8 مساء، يعني بعد حلقتنا بساعه تقريبا. فكل التركيز على كل الجوانب الفنيه، كل اللعيبه على اتم استعداد، كل اللعيبه عندها الشغف بتاع البطوله ال 12، ده اهم حاجه. يعني اهم حاجه في لعيبه النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، زيه زي الجمهور، ما هو لعيب النادي الاهلي ده واحد من الجمهور برضه. ما بيشبعش، هدفه ان هو خد ال 11 اللي هناخد ال 12، ولما ناخد ال 12 هنفكر في ال 13 وهكذا. وما بنبطلش شغف البطوله، دي شخصيه البطل. كمان فريق الترجي التونسي بيستعد هو كمان، لكن في ميعاد حلقتنا دلوقتي حالا الساعه 6 بدا فريق الترجي تمرينه الاول في القاهره. يمكن فريق الترجي عمل نتيجه بالنسبه له هو مش ايجابيه قوي، لكنه عنده فرصتين الحقيقه. يعني هو عنده فرصه التعادل الايجابي، ودي فرصه لا نخفلها. يعني طبعا فريقنا والجهاز الفني على اعلى درجات التركيز عشان المباراه، والجميع في افضل حالته الفنيه والبدنيه والذهنيه استعدادا للمباراه النهائيه. كمان كابتن خالد بيبو موفر السبل التامه للراحه داخل معسكر النادي الاهلي، الهدوء اللي بيتسم بيه دايما النادي الاهلي في المباريات الكبيره، ده الدور اللي بيقوم بيه دايما كابتن خالد بيبو على اكمل وجه الحقيقه، والجهاز الفني بالكامل يعني. وده شيء مهم في التوقيت ده، الهدوء، ان انت تبقى نفسيا محافظ على اتزانك. الاتزان النفسي في الحاجات دي مهم جدا، هو ده اللي بيخليك تلعب ماتش نهائي وانت هادي. ده دور مدير الكره ودور الجهاز الفني بالكامل يعني، وده اللي احنا مستنيينه من لعبتنا. لقاء كل تفاصيله مهمه، لقاء الذهاب انتهى بنتيجه زي ما قلت لحضراتكم، لا هي وحشه ولا هي حلوه. هو النتيجه مش سلبيه، ده كان اهم حاجه، انما انت بتلعب دلوقتي نهائي دوري ابطال افريقيا على ارضك وسط جمهورك، محتاج المكسب. احنا محتاجين المكسب. تعالوا بقى الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي راجع بكل تفاصيله مباراه الترجي اللي فاتت، وشاف النقط المهمه في فريق الترجي والنقط السلبيه في طريق الترجي. فريق الترجي فريق كبير، فريق على فكره معاه مدرب قوي جدا، معاه مدرب مهم جدا ان احنا نذاكره كويس، وده اللي عمله مستر مارسيل كولر.